مديرية مقبنة غرب مدينة تعز وتحديدا جبهة حمير، كأن المعارك فيها لا تتوقف والميليشيات لا تتوقف بمحاولاتها اختراق هذه الجبهة، ولكنها تلاقي فوق هذه الجبال جبالا من بشر يلقنوهم دروسا بالصمود والثبات وحب الوطن والدفاع عنه. لم يستطع العدو من خلالها أراد أن يستعيد بعض المواقع، لكن كان رجال الجيش الوطني لهم بمرصاد وحققوا انتصارات كبيرة جدا، كسروا الميليشيات من هجومها على كثير من المواقع. اضطرت الميليشيا لقصف هستيري بالرشاشات المختلفة والمدفعية على مواقع الجيش وعلى المدنيين. راح ضحية القصف امرأة ورجل، أيضا شاب يعني مدني، رجل وامرأة. آخر هجوم شنته الميليشيات قبل يومين محاولة فيه الاستيلاء على مدرسة بلال بن رباح، وتبت الحمام ونوبة الحصن وجبل القحاف والمجرجحة. حاولت ميليشيات الحوثية الانقلابية أن تتقدم نحو مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تبة الحمام، إلا أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تصدوا لهجوم هذه الميليشيات فكبدوهم خسائر فادحة، واستمر الاشتباكات وتكثيف النيران بين الطرفين الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا. هذا كانت وما زالت الآن متقطعة. فحاولت من جميع الاتجاهات، إلا أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدوا هذا الهجوم ثم تقدموا وأخذوا مواقع كثيرة على الميليشيات الإنقلابية. سيطرنا على مدرسة بلال بن رباح، وما زلنا الآن نتناوش احنا وميليشيا الحوثي وأتباعهم من اللجان الشعبية الفاسقين في قريدن، وهذه المناطق المطلة على ساحلة سالت قريدنا وما حولها، وإن شاء الله بإذن الله مدحورين النصر. الله أكبر ولله الحمد. جبهة مقبنة على امتدادها صامدة وثابتة في وجه ميليشيات الموت الإيرانية، وتعد بوابة من بوابات مدينة تعز بإشرافها على المدخل الغربي للمحافظة وخط تعز المخاء. ومقاتلو هذه الجبهة هم أيضا من أبناء هذه المنطقة، يحمون أرضهم وأملاكهم وأرواحهم، ويقفون مع إخوانهم كل أبناء مدينة تعز.